السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتناول درس من دروس الظواهر اللغوية للصف الثالث الابتدائي منهج جديد، وهو درس الفرق بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة والهاء المربوطة. في البداية هنتعرف على الفرق بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة. التاء المفتوحة لها شكلان في آخر الكلمة، الشكل الأول وهو التاء المنفصلة مثل كلمة حوت، ويكون هذا هو الشكل. الشكل الثاني التاء المتصلة مثل كلمة بنت، والتاء المربوطة لها أيضا شكلان، الشكل الأول تاء مربوطة منفصلة مثل كلمة كرة، كرة القدم، و التاء المربوطة المتصلة كما في كلمة مدرسة، جامعة، مكتبة. امتى نعرف ان الكلمة تنتهي بتاء مربوطة او تاء مفتوحة؟ للتعرف على الفرق بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة نقف عليها بالسكون، بمعنى ننطقها ساكنة. فإذا نطقت تاء ساكنة، فإذا سكناها ونطقت تاء فهي تاء مفتوحة. أما إذا نطقت بعد تسكينها هاء فهي تاء مربوطة. مثال: بنت أخي. بنت، بنت، سكننا كلمة بنت، 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 نطقت تاء، إذن فهي تاء مفتوحة. استيقظت من النوم. استيقظت، لما حنسكنها هتبقى استيقظت، 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 نطقت تاء فإذن هي تاء مفتوحة. خرجت، نسكنها تبقى خرجت، خرجت، إذن هنا تاء مفتوحة. أما إذا نطقت هاء ساكنة ففي الحالة دي هتكون تاء مربوطة. مثال: كرة القدم. سكن كلمة كرة، 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 إذن هنا نطقت التاء هاء، إذن دي تاء مربوطة. ذهبت إلى المدرسة. ذهبت، ذهبت، هنا نطقت تاء، إذن دي تاء مفتوحة. المدرسة، المدرسة، نطقت هاء، إذن دي تاء مربوطة. جامعة، سكنها، جامعة، جامعة، إذن دي تاء مربوطة. التاء المفتوحة تنطق تاء عند الوصل وتاء عند الوقف، ففي الوصل والوقف تنطق تاء مثل بنت أخي، نطقت تاء. بنت، بنت، أيضا نطقت تاء. فالتاء المفتوحة تنطق تاء عند الوصل وتاء عند الوقف. أما التاء المربوطة فهي تنطق تاء عند الوصل وهاء عند الوقف، مثل مدير مدرسة المستقبل، نطقت تاء. مدرسة،
وقفنا أو سكناها مدرسة نطقت هاء. التاء المربوطة خاصة بالأسماء فقط. إذن التعرف على الفرق بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة نقف عليه بالسكون. إذا نطقت تاء إذن دي تاء مفتوحة، أما إذا نطقت هاء فهي تاء مربوطة. مثال من قصة الاستماع أخاف من العدوى، النشاط الثاني من لاحظ وتعلم. النشاط انطق واكتب في المكان الصحيح، عبارة عن أربع صور. أول صورة كتكوت، كتكوت هنا نطقت تاء، إذن تاء مفتوحة. طيب هنسكن بقرة، إذن دي تاء مربوطة. حوت، سكناها بقيت تاء، إذن دي تاء مفتوحة. طيب شجرة، لما سكناها بقيت هاء، إذن دي تاء مربوطة، الفرق بين التاء المربوطة والهاء المربوطة. الهاء المربوطة تنطق هاء عند الوصل وعند الوقف، مثال وجه، هاء وجه أخي، برضو هاء. وهي كذلك لها شكلين في آخر كلمة، الهاء المنفصلة زي هذه، هاء المتصلة مثل وجه. للتعرف على الفرق بين التاء المربوطة والهاء المربوطة في طريقتين. أول طريقة إننا نضيف ياء ملكية للكلمة، فإذا نطقت تاء فهي تاء مربوطة. يعني بعد ما نضيف ياء ملكية للكلمة إذا نطقت تاء فهي تاء مربوطة. أما إذا نطق الحرف اللي قبل الياء الملكية هاء فهي هاء مربوطة. مثال كلمة قصة، هل تنتهي بتاء مربوطة أم تاء مفتوحة؟ قصة. طيب عشان نعرف إذا كانت تنتهي بتاء مربوطة أو تاء مفتوحة تعالوا نضيف لها ياء ملكية. ياء ملكية يعني لما أضيف للحاجة ياء ملكية بقول الحاجة دي بتاعتي. قصة نضيف لها ياء ملكية هتبقى قصتي، إذن هنا نطقت تاء، الحرف اللي قبل الياء الملكية بقي إيه؟ تاء، قصتي. إذن هنا دي على طول تاء مربوطة. طيب كلمة تاني قطة، هل هي تاء مربوطة ولا تاء ولا هاء مربوطة؟ تعال نضيف لها ياء ملكية، قطة، قطتي. إذن نطقت تاء، فإذن هي دي تاء مربوطة. طيب تعالوا لكلمة زي وجه، هل هي تنتهي بياء بهاء مربوطة ولا تاء مربوطة؟ وجه نضيف لها ياء ملكية، وجهي، إذن هنا نطق هاء، فإذن في الحالة دي هتبقى دي هاء مربوطة وليس تاء مربوطة. طيب في طريقة تانية ممكن نأتي بمثنى الكلمة، المثنى هو أن نضيف للكلمة ألف ونون أو ياء ونون. طيب قصة نضيف لها نسميها ألف ونون، يبقى قصتان إذا نطقت تاء. طيب كلمة وجه نضيف لها ألف ونين، ألف ونون، وجهان نطقت هاء. إذن إذا ضفنا للكلمة ياء ملكية ونطقت تاء فهي تاء مربوطة.
أما إذا نطقت هاء فهي هاء مربوطة. مثال من الكتاب المدرسي: أكمل الكلمة بالصوت الأخير المناسب، هاء منفصلة ولا هاء متصلة ولا تاء مفتوحة ولا تاء مربوطة. أول كلمة: أسرة، نحط لها إيه؟ هاء ولا تاء؟ أسرة، أسرة، أسرة. إذن دي نقصاها ينقصها تاء مربوطة، تاء مربوطة منفصلة. طيب رقم اثنين: طائرات، طائرات، تنقصها تاء مفتوحة، نطقت تاء. وجوه، وجوه، تنقصها هاء، هاء. منشفة، تنقصها تاء مربوطة. طيب إذا كنا عايزين نعرف هل هي تاء مربوطة ولا هاء مربوطة، منشفة نحط لها إيه؟ يا ملكي منشفتي. إذن دي تنقصها تاء مربوطة. أدوات، أدوات، نطقت تاء فهي تاء مفتوحة. حقيبة، به، هل هي تاء مفتوحة ولا تاء مربوطة؟ تاء مفتوحة، تاء مربوطة ولا هاء مربوطة؟ حقيبة تي، إذن هي تاء مربوطة. مثال آخر من قصة الاستماع: أخاف من العدوى، لاحظ وتعلم النشاط الخامس، اقرأ وأكمل بتاء مفتوحة أو تاء مربوطة. استيقظ تو، طيب نسكنها عشان خاطر نعرف إذا كان هي تاء مفتوحة ولا تاء مربوطة. في حال قلنا تسكين الكلمة ونطقت تاء، إذا تاء مفتوحة، ونطقت هاء فهي تاء مربوطة. استيقظت، استيقظت، إذا تاء مفتوحة. في الصباح، وفتحت، فتحت، تاء مفتوحة. نافذة، نافذة، إذا تاء مربوطة. الغرفة، تاء مربوطة، لأستنشق الهواء العليل. وغسلت، غسلت، تاء مفتوحة، نطقت تاء. وجهي، ثم ارتديت، 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 تاء مفتوحة. ملابس المدرسة، نطقت ه، هاء، يبقى تاء مربوطة. تناولت، تناولت، تاء مفتوحة. وجبة، وجبة، تاء مربوطة. الإفطار اللذيذة، تاء مربوطة. فجأة، تاء مربوطة. سمعت، سمعت، تاء مفتوحة. صوت، نطق التاء، يبقى تاء مفتوحة. حافلة، حافلة، نطقت هاء، تاء مربوطة. خرجت، خرجت، فخرجت، خرجت، تاء مفتوح. وبكذا يكون انتهينا من درس اليوم. إذا أعجبكم الفيديو شاركوا في القناة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.